نظمت اللجنة المنظمة للوقفات الاحتجاجية الشعبية على ساحة انعدام الإنسانية في صنعاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار همجية العدوان السعودي الغاشم على بلادنا. إلى التفاصيل. الوقفات الاحتجاجية مستمرة أمام مقر مبنى الأمم المتحدة بصنعاء، فتعالت الأصوات المنددة بالعدوان السعودي على بلادنا وسط تجاهل متعمد وغير مسبوق من قبل المجتمع الدولي. اللجنة المنظمة للوقفات الاحتجاجية الشعبية نظمت اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار همجية العدوان. المشاركون استنكروا استمرار العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب مجازر جماعية، والذي كان آخرها استهداف الصيادين في جزيرة عقبان بالحديدة ومستشفى بلا حدود في صنعاء. نأتي في ساحة اللا إنسانية كل يوم اثنين، بحشت أكبر وأعظم ومشاركة أوسع، لنقول لشعوب العالم إن كثير من الأنظمة الساقطة عالميا تتمالى وتشارك في قتل أطفال اليمن ونسائهم على مرأى ومسمع من منظمة الأمم المتحدة. ها هم المعاقين حاضرين، والمزارعين اليوم بدأوا يتوافدون إلى هذه الساحة، والمهندسين والكهرباء والأطباء والشباب والمنظمات الحكومية، ليقولون كفى جرما، كفى استبدادا، كفى فسادا عالميا على حساب دماء أطفالنا ونسائنا. المحتجون انتقدوا استمرار الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تجاه جرائم آل سعود في بلادنا واستمرار الحصار الجائر وغير الإنساني الذي تسبب في تفاقم معاناة كل اليمنيين، حيث أكدوا أن استمرار الصمت ما هو إلا دليل واضح على أن المجتمع الدولي شريك في الجرائم التي يرتكبها العدوان كل يوم في حق شعبنا. نحن طبعا ضد العدوان منذ بدئه يعني، وكم حذرنا وحذرنا وحذرنا من هذه الأمم المتحدة المنتفخة التي لا تنفع اليمن بشيء. اليمن لن ينفعه إلا اليمنيين، لأن اليمنيين أولو بأس شديد وأولو قوة، ولو توحد اليمنيون لكنا في الرياض الآن، لكن كل شيء ملحوق إن شاء الله. سنصل الرياض وسنحكم من الرياض، وستتكلم إذاعتكم وتلفزيونكم من قناة الرياض اليمن. احنا طلعنا اليوم لفك الحصار عن الشعب اليمني ووقف العدوان اللي غير منطقي هذا وغير أخلاقي. السعودية هي بشكل عام هي عدوة العرب من زمان مش من اليوم، ودمرت الشعوب العربية بالكامل. المنظمون للوقفات الاحتجاجية أكدوا أنها تأتي بهدف إيصال رسالة للعالم في مقدمتها الأمم المتحدة عن معاناة 25 مليون يمني جراء تحالف الشر على بلادنا. لقناة اليمن، مروان العصامي، صنعاء.